مضطرة تتدخل. طيب على ذكر بقى المتابعة للشأن الرياضي وكل الأحداث اللي فيه، احنا أشرنا إلى مبادرة المهندس هاني أبو ريدة المجتمعية المهمة جدا في دعم صندوق تحيا مصر بصندوق خاص برعاية الرياضيين. مهندس هاني أبو ريدة امبارح كان في حوار مهم مع الزميل العزيز الكابتن سيف زاهر اللي كمان كان له تصريحات قبلها مع المهندس محمود طاهر. معنا على الهاتف الأستاذ سيف زاهر. كابتن سيف أهلا بيك. ازي حضرتك وبتشرف بوجودي مع حضرتك كابتن عدلي. ازي حضرتك وحشني. اهلا اهلا. ازي كابتن سيف ازيك؟ ازيك يا فندم، ربنا يخليك فندم. الحمد لله. انا قلت له مش هتاخر لان هو استضافني. صحيح هو بيدفع لضيوفه فلوس بس انا المره دي انا اللي دفعت. لان خدت غرامه كبيره. انت قلت لي انا خدت. المهم يعني مش دي هي القضيه. والله يا فندم هندفع ونعوض اللي بينا مش لا يا حبيبي لا. أنا بهزر معاك بس عشان أنت عملت حاجتين امبارح مهمين. الله يخليك يا فندم. والحاجتين فيهم منطق. بس مش حاجتين بس. لأنه قبلها كان في حوار مهم جدا هو كابتن شوبير مع فايلر الحقيقة. لا 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 ما هو أنا بقول لك هو بيعمل حاجات الفترة دي. بيوصل خبطات. لأن من ناحية وأنا كنت بقول تملي إن الإعلام يعني الشاطر اللي عايز يوصل لحقيقة بيسأل السؤال الصح للناس الصح في التوقيت الصح. فانت دلوقتي امبارح كان عندك المهندس هاني ابو ريده واحنا يعني طبعا توقيت صح وهو ده الشخص الصح انك تساله السؤال الصح. انت نازل انتخابات اتحاد الكره ولا لا؟ خرجت منه بايه؟ خرجت من المهندس هاني ابو ريده يعني من وجهه نظري حضرتك عارف ان كان الموضوعين امبارح ريليتد ببعض. يعني المهندس محمود طاهر كان ذكر اسمه ان هو هياخد الانتخابات. المهندس هاني لسه خلينا الاول في المهندس هاني هنيجي المهندس محمود. انا جاي حاضر اهو. فالمهندس هاني كان المهندس محمود كان مطروح اسمه. المهندس هاني برضو كان يعني ابتدت تتقلت افكار ان هو هيخترق من الدخول الانتخابات. اللي انا فهمته امبارح من المهندس هاني بمنتهى الصراحه ان هو بيفكر جديا بنسبه كبيره ولكن هو مستني وضوح الرؤيه، يعني مستني اللائحه، مستني يشوف مين المجموعه اللي هيخوض بيها. ولكن يعني اعتقد ان هو يعني القرار خلاص اصبح قريب. وانا مش فاهم المهندس هاني ابو ريده مستني لائحه ايه؟ لائحه يعني النظام الاساسي للاتحاد؟ لا الحسبه اللي انا فاهمها ان كل واحد يستعد لنزول الانتخابات يا كابتن عادل يبص اللائحه هتسمح لمين ينزل ففين المجموعه. عشان يقدر يقول مين معايا. طبعا هل هتبقى في قيود ولا لا؟ ايوه طبعا اي حد دلوقتي بقى بيبص حتى لو انت حضرتك قريب من المكان بص على الترابيزه اللي انا هكون موجود فيها. مش على فكره مش بس المهندس هاني، يعني المهندس هاني كابتن شوبير اي حد النهارده بينوي يترشح في الحته دي بيبص. والله ارجو ان ده التوجه الجديد. ما حدش بص على الترابيزات قبل كده. يعني انت حضرتك النهارده اما تبقى خدت التجربه اكتر من مره وعارف يعني انا واحد مثلا من الناس خلاص ده انا بص المهندس هاني ابو ريده انا معاك. الناس مع الشيمة جامد جدا جدا لما يستطيع أن يقدم له الكرة ولم يقدمه حتى الآن، وهو يملك أن يقدم الكثير للكرة المصرية. فإذا أنا معاه وفاهم تحفظه، فاهم أنه هو إذا ما حسش المرة دي أنه هيجيب معاه مجموعة تقدم الجديد للكرة المصرية ربما لا يقدم هذه الخطوة. شيء مفهوم وكلنا عايزين حد بتقل المهندس هاني أبو ريدة، بس المرة دي لازم يحصل تغيير جدي للكره المصريه. اعتقد ان حضرتك يعني رديت على السؤال ان الجميع ينتظر مجموعه، الجميع ينتظر كوخ جديده، الجميع ينتظر كل واحد هينزل بمجموعته مين مجموعته، خصوصا ان في ناس يعني بعدت عن المشهد. انا وحازم امام خرجنا من المشهد. انت خلاص ما هو ده بقى انا ده اللي انا عايز اقوله. احيانا لما تسال سؤال يجي لك اجابه حاسمه. انت وحازم امام مش هتنزلوا بعد كده. قاطعني يعني مش هننزل الدوره دي. الدوره دي احنا مش الدوره الجايه ما انتوش نازلين. لا خلاص قاطع. اذا هذه اجابه حاسمه مانعه بصرف النظر اذا كانت اللائحه هتسمح لكم ولا لا. بغض النظر عن اي شيء هي وجهه نظر بنتن كل احترام للجميع ولكن شايفين ان الفتره دي محتاجه يعني وجوه مختلفه، محتاجه ناس مختلفه، فتره صعبه. شايفين ان احنا بالنسبه لنا الامور يعني مش هتكون خدنا التجربه قبل كده فالامور مش يعني في اللحظه دي مش هتقدر تغيروا حاجه. لا مش هنقدر نغير حاجه. هذا هو نوع الاجابات اللي بتمناه دائما عندما اسال سؤال. فانا سالت السؤال الصح للشخص الصح. ده يقودني بقى ناخدك على الشق الثاني اللي هو الخاص بالمهندس محمود طاهر. يعني انت جبت المهندس هاني في التوقيت الصح في الشق الصح. انت جبت المهندس محمود طاهر امبارح على اساس اتحاد الكره
انا جبت المهندس محمود طاهر امبارح الحقيقه على ملف اتحاد الكوره، وما ينفعش يكون معايا المهندس محمود طاهر وما خصوش على ملف النادي الاهلي. طيب حصل ايه في ملف اتحاد الكوره الاول؟ ناخدها واحده واحده. اتفضل. ملف اتحاد الكوره الموضوع كان قاطع وحاسم، يعني انا جرت اتصال بيني وبين المهندس محمود طاهر، هو كان متردد الحقيقه بشكل كبير جدا في الظهور، او متردد ان هو يكون موجود، لكن ابتدى اسمه خلاص يتداول بشكل كبير جدا، فهو كان عايز يقول للناس ان انا موضوع اتحاد الكوره لا فكرت فيه ولا في دماغي ولا هفكر فيه، ولا اصلا كنت سبب يعني تردد اسمي او انا اللي رامي البالونه يعني. فده رد قاطع واضح جدا منه يعني. مفهومه كويس انك انت في هذا السياق سالته هذا السؤال وخدت، اذا هو مش ناوي ينزل اتحاد الكوره. مش ناوي، وعلى فكره قال لي جمله برضو قبل المكالمه واضحه جدا، قال لي انا قعدت على كرسي النادي الاهلي فاي عمل عام موجود تاني من الصعب ان انا او من المستحيل ان انا اكون موجود فيه. طيب ده كلام جميل جدا، لان ده يقودنا للسؤال الثاني اللي انت سالته له بهذه المناسبه. بمناسبه انه شايف ان كرسي النادي الاهلي يجعله ما يقدرش يقعد على اي كرسي ثاني في العمل العام. انت سالته سؤال عن يعني رغبته في خوض الانتخابات المقبله. كيف رايت الاجابه؟ رأيت الإجابة بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة، يكن كل احترام للمجلس الحالي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، في حالة وجود الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات القادمة المهندس محمود طاهر مش هيكون موجود. في حالة عدم وجود الكابتن محمود الخطيب أو القائمة اللي موجودة أو الناس، وإن الباب يفتح إن يكون حد موجود ربما إن هو يفكر. لا 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 استناني، مش فاهم يعني. هو دلوقتي الكابتن الخطيب ما هو موجود كرئيس نادي، ما هو طبيعي ان ما حدش هيترشح ضده هو موجود رئيس نادي. لكن انت هل فهمت من الاجابه انه لو كابتن الخطيب نزل الانتخابات الجايه المهندس محمود مش نازل؟ انا بقول لك انت حضرتك بتحب الاجابات الواضحه الصريحه. ايوه، ما هو انت ما اديتهانيش برضه. انا بدي حضرتك اجابات واضحه وصريحه اهو. قول لي. انا بقول لحضرتك المهندس محمود طاهر ما فكرش ان هو يخوض انتخابات النادي الاهلي القادمه، ولا كان في دماغه ولا تصور في دماغه، وتأكيدا للمعلومة الواضحة، في حالة وجود، أنا بقول لحضرتك أهو، في حالة وجود الكابتن محمود الخطيب في الانتخابات القادمة لن يخوض المهندس محمود طاهر. أصل في الانتخابات يعني يعني لو الكابتن الخطيب شايف إنه هيخش الانتخابات القادمة المهندس محمود طاهر مش هينزل قدامه. أيوه بمنتهى الوضوح ومنتهى الصراحة. طيب ما دي إجابة محددة كويسة. أنا برد على حضرتك بست لا كابتن عادل. لأن في ناس، ما أنا بحب الإجابات دي، لأن في ناس عمالة برضو بتقول إنه ما قالش كده، ده قال لحد دلوقتي، ودي إجابة مش محددة. يا كابتن عادل ما فيش حد في الدنيا هيطلع في توقيت قبل الانتخابات بفترة يعني سنوي كويس ويقول تصريح إن هو يشيد بمجلس إدارة النادي الأهلي ويقول إن كابتن محمود الخطيب أسطورة، والتصريحات اللي قالها المهندس محمود طاهر دي. خلينا بس أنا وأنت محترفين، دي مالهاش دعوة بالموضوع. ما أنت كابتن بقول لك أنا ممكن أشايف مثلا إن روزفلت في أمريكا ده راجل أسطورة في الإدارة، بس أنا مش طايقه، ده موضوع تاني. لا 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 ما الأسطورة والنبي ما تجاوبونيش في كلمة أسطورة. طب ما أنا هجاوب ورمز. جاوبني أنت وصلت معايا النقطة دي مهم. المهندس محمود طاهر لو نزل المحمود الخطيب الكابتن محمود الخطيب الانتخابات القادمة هينافسه؟ لا مش هينافسه. لا مش هينافسه النهار. هو بس قال جملة عايزك توضحها لي، هي دي اللي مخلياني بسألك. بيقول حتى الآن. ما هو حتى الآن يعني ايه؟ يعني ممكن بكره جد جديد. ما هو ممكن بكره جد جديد، افرض حضرتك بكره جد جديد الكابتن محمود خطيب قال انا مش هاخد انتخابات. لا ما هو خلاص، يبقى هو قالها، لو الكابتن خطيب ما نزلش انا هنزل، ودي وعلى فكره ولو كابتن خطيب نازل وعايز ينزل ده طبيعي، دي حقوق، بس احنا مش عايزين الناس، لان ابتدت ناس واقلام تفسر الحوار بتاعك، لانك هو لما كانش الحوار مهم ما كانش الناس اتكلمت فيه، ما كانش وكناش اهتمينا قوي انك لازم انت اللي تقول، انت اللي اذا حاجه بقت بستغربها ان الناس بقت بتترجم العربي يعني. ايوه ما عشان كده عايزينك. والناس بتترجم العربي بس حلوه بتترجم العربي دي. والله يعني ايه الرد اللي نعمله يبقى مريح طبعا. انك تتكلم عربي ما تتكلمش بلكنه تاني. والله يعني حضرتك قلت انا رد واضح، ردينا رد واضح، الراجل امبارح قال كلام واضح جدا. على فكره كابتن عدلي خلينا ان حضرتك استاذ انتخابات وانا ليا من الخبره البسيطه في الانتخابات،
احنا حضرتك الامور لازم تبقى واضحه. المجلس الحالي بتاع النادي الاهلي عامل نجاحات كويسه، كابتن محمود الخطيب ماشي بشكل جيد، هو الاقرب في الانتخابات الجايه، مش محتاجه يعني اقول لك بصراحه وقلم. مش انت عايز مني الصراحه وكويس، وانا عايزك تقول لي عشان انت اصل بص انت بتعجبني، ربنا يخليك يا فندم، في غالب الاحوال يعني في غالب في حاجات ببقى مختلف معاك لانك انت يعني عندك المقومات انك تعمل. انت امبارح عملت حلقه اثارت الجدل، والجدل وكان على فكره كله كان جدل ايجابي، ما كانش في معظمه يعني، لكن التفاسير اختلفت. فانت النهارده بتفسر معايا هذا الكلام، وانت ضربت المثل اللي انا كنت عايزك تضربه من غير ما اساله، انا وحازم مش نازلين، دي اجابه حاسمه. قلت لي الكابتن محمود طاهر او المهندس محمود طاهر في حاله استمرار رغبه الكابتن خطيب في الترشح مش هينزل قدامه، هذه اجابه قاطعه. والكلام ده انما هي اللي لخبط شويه كلمه حتى الان. حتى الان بتفتح مجالات للايه؟ لتغيير حتى الان يا كابتن عادل، لان حضرتك في تصور، نفترض حضرتك النهارده يعني خلينا نتكلم حتى بلغه انتخابات، نفترض النهارده او نفكر بدماغ المهندس محمود طه، نفترض النهارده الكابتن محمود الخطيب جه بعد مثلا فتره لا والله انا مش هنزل، خلاص الساحه فاضيه، هنا يبقى في متغيرات. طبعا ده متغير، اصل ده ما هو حتى لا يتناقض مع كلامه، مش محتاجه حتى الان، طالما الكابتن الخطيب هينزل انا خليه يكمل ماشي. وقال ان احنا، وهذا هو المهم، اهم ما قيل بالامس، ان احنا كادارات متعاقبه شفنا الكابتن صالح لم يوفق امام الفريق مرتجي، لم ينوئه، ظل داعما، اتعكست الايه بعديها، الفريق مرتجي عمل نفس الشيء، ثم الكابتن صالح مع الكابتن الوحش نفس الشيء، الكابتن الوحش مع الكابتن صالح نفس الشيء، الكابتن حسن بعد كده نفس الشيء، مع المهندس محمود طاهر ولو انه هو مش شايف كده نفس الشيء، لا انا ما سمعتش ابدا خلال السنوات ان المهندس ان الكابتن حسن حمدي طلع قال كلمه، ولا كابتن الخطيب قال كلمه، ولا كانوا متواجدين على الساحه. لكن كان في مشاكل، كان في مشاكل، دي مشاكل داخليه في المجلس نفسه، لان المجلس نفسه ما كملش مع بعضه. المهندس محمود طاهر النهارده بيقول لك انا نفس الشيء، انا طالما ان الكابتن في مجلس اداره ومجلس اداره بيؤدي عمله انا لازم اكون داعم له. هذه هي لغه النادي الاهلي، وده اللي انا بقوله للراي العام بقى، دي ملهاش دعوه بالافراد، هذا منهج وسياسه انت دعمته امبارح، ودي نقطه انا بحسبها لك يا كابتن سيف. والله يا كابتن، عشان برضو اقول الحق بمنتهى الصراحه، انا امبارح ما دعمتش المهندس محمود طاهر. انت دعمت المنطق ده؟ المهندس محمود طاهر امبارح دعم مبدا النادي الاهلي، مش انا اللي دعمته يعني. ما انا بقول لك في الجزئيه دي بتمضوا بروتوكول ان انتوا بتيجوا ورا بعض وتيجوا بنفس السياسه، قال لي هذا هو دستور النادي الاهلي، يعني من شروط. بس هو له تحفظات كده، هي دي اللي خلتني اسالك، وقال لك ولو اني ما وجدتش ده. لا ما اظنش انه اعتقد ان على المستوى المسؤولين يعني. اقول لحضرتك تصريح برضو مهم، المهندس محمود طاهر كان حديث بيني وبينه، وبرضه عشان ايه ابقى انا قلت لحضرتك كل حاجه، طالما حضرتك ايه عايز انفرادات وعايز شغل عالي. عايز شغل عالي بقى، انا بسخنك ليه؟ انا ما انا هقول انا جاي مع حضرتك، ما تقلقش، انا المهندس محمود طاهر وانا بتكلم معاه كان بيتكلم في جزئيه ورفض تماما الحديث عنها، وهو ملف مؤمن زكريا. ملف مؤمن زكريا هو اتكلم عليه في حته ان التصريحات اللي طلعت ان مؤمن كان في وعد ان المهندس محمود طاهر وهو موجود ان هو ده كان الاستاذ ابراهيم عايز يسالك في الحته دي. انا هقول لحضرتك كان عايز يديله مبلغ وان هو ما يعني ما خدوش، فهي دي القصه اللي اثارت موضوع مؤمن، فهو كان من وجهه نظره او من الكلام اللي حصل، ودخل بعد كده الاستاذ عماد وحيد رد على الموضوع ورد على القصه، فهو كان وجهه نظره ان انا كنت لازم اسال في القصه دي، لان انا القصه دي حتى هو امبارح خليه تصريح مهم جدا، قال انا ما مشيتش بالنادي الاهلي وكان في لعيب لا استناني بس، طب وليه ما سالتوش في الحته دي يا استاذ؟ كان لازم تساله فعلا. ما رضاش. مش بيقول لك كان لازم اسال؟ انا بقول لحضرتك ما رضاش، لا كان لازم اسال من اداره الاهلي، يعني اداره الاهلي كلم المهندس محمود مش انا اساله على الهواء. يعني قال لي انا لا يمكن اجيب
على حاجه تخص مجلس الاداره او تخص قصه كده في قناه ولا فاول اي حاجه، انا في مشكله كانت معمول او حاجه كنت بس انا لازم حد ان هو يسال، ادي كان الحديث معاه. ده اللي حضرتك بتساله على حته ان هو قال يعني انا ما كانش كان الحته دي مضايقاه او بصر. كان عايز يعني كان عايز الاستفسار يجي له من اداره النادي بشكل رسمي اذا كان مؤمن قال كده. طب هو ما جاوبكش على الحته دي؟ ما جاوبكش ان انا ما سالتوش. لا هو انت لا ما حدش قال ان هو، اصل احنا مش بنناقش هو ساب فلوس ولا ساب ديون. انت احنا بنتكلم دلوقتي مؤمن له شكوى او شايف ان اتوعد وما خدش، هو دي النقطه. انا فاكر عندك انت اجابه. طب سيبك بقى من دي يعني، لان هو اجابه انا هو اجابته معايا كانت واضحه يعني، اجابته معايا حتى امبارح انه ما وعدش مؤمن بحاجه، ان هو اي وعد او اي مستحقات قبل ما يمشي كانت مدفوعه. إذن اي لاعب له كان حاجه خدها. ايوه طبعا طبعا طبعا. بس خلي بالك الفرق بين الوعد الوعد بما هو غير متعاقد عليه، يعني ده المتعاقد عليه طبعا النادي الاهلي بيدفع كل المستحقات المكتوبه. الوعود دي بقى بتبقى حاجه شخصيه بين الشخص. المهندس محمود طاهر واضح انه ما يعني بيقول لا انا ما كل اللي وعدت بيه او فيت بيه وسايب الفلوس اللي تغطي الالتزامات اللي انا كنت ملتزم. مش هي كده انا قلتها صح كده؟ ايوه كده صح كده صح. طيب الباقي بقى شويه حاجات يعني مش عايز اتوقف قدامها كتير لان كلها كانت الاجابه بتبقى حلوه قوي وبعدين فيها حته تحفظ صغير كده في الاخر بتخلي الناس تسال. فاحنا يعني انا خدت منك بجد يعني اشكرك لان ما توقعتش انك انت كمان هتخش بالسرعه دي معايا وتثري لي هذه الفقره. ها؟ لا طبعا لا. وبعدين يا كابتن عادل وبعدين خد من اللي اتخصم مني بقى. لا وبعدين انا قدمت السبت اهو عشان بعد نص ساعه لما اكلم حضراتكم. لا ما تكلمناش انت، تكلم المسؤولين عننا. احنا المسؤولين عننا هم اللي بيقولوا. انت بتقول لي قال لي اه وبعد كده يخصم مني. لا يا فندم المره دي انا هحلها ما تقلقش. طيب ماشي شكرا. انا اسعدني اي وقت الاقي حد بيتحاور وعنده استعداد يسمع ودماغه مفتوحه. احنا عايزين نوصل للناس الحقيقه. صحيح. والحقيقه مش هتيجي الا بالطريقه دي. اقول لحضرتك سر كبير جدا. والله العظيم والله العظيم اسعد حاجه كانت عندي امبارح في اللقاء ان انا خرجت من اللقاء شهاده المهندس محمود بالكابتن محمود الخطيب وان اللقاء راح في الحته دي بالتصريح ده هو اكتر حاجه اسعدتني بشكل كبير. اكتر حاجه تسعدنا ان البيت الواحد اسرته تبقى مهما بدا ان هناك خلاف انها لا متماسكه وداعمه بعضها. مفيش خلافات يا كابتن عادل. لا بيحصل ساعه الانتخابات بيبقى فيه في تعارض مصالح. أيوة يعني بس دلوقتي انما ما بيبقاش على المستوى الشخصي. انت ما تعرفش انا رايي في حتى لو بدا ان انا كنت يعني متصدي في الانتخابات لجانب ضد جانب، لكن هذا لا يعكس علاقتي بكل الاطراف. أنا كنت بتعشى كل يوم مع الله يرحمه الأستاذ كمال الحافظ وكنت بحب قعدته. هو ما يمشيش إلا لما أنت رايح فين يا وادي عادل النهاردة؟ ورغم كده في انتخابات بقول لك كمال بيه أنا مع الكابتن صالح. خلصت، ما بتزعلش حد من حد. دي الكابتن محمود الخطيب أسطورة وشخصية محترمة جدا وعامل نجاحات كبيرة. المهندس محمود طاهر شخصية محترمة جدا وعامل نجاحات، وكلهم في النهاية رموز من رموز النادي الأهلي طبعا، ولازم يوقروا بهذه الصفة. ولازم كلنا اللي يجي ناحيه حد منهم لا ما نسيبوش. شكرا يا كابتن سيف. عمر يا فندم شاكرين جدا. في حاجه كنت عايز